السلام عليكم. تعز على موعد مع التحرير الكامل، عنوان تردد كثيرا على مرأى ومسمع منذ إطلاق عاصفة الحزب، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة وتحرير مديريات بالكامل جعل معركة التحرير في تعز أكثر جدية هذه المرة. أنجز الجيش الوطني في محافظة تعز في إطار العملية العسكرية لتحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية تقدما ميدانيا ملحوظا في العديد من الجبهات. العملية العسكرية التي عرفت بالعملية الواسعة لتحرير المحافظة تدور في ريف تعز وفي المدينة أيضا، وانطلقت إلى الصلو. تقول مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش حررتها بالكامل واتجهت نحو مديرية دمنة خدير. في عاصمة المحافظة وفي الجبهة الشرقية تحديدا تدور معارك واسعة منذ أيام، وبحسب مصادر عسكرية فإن العملية العسكرية ستكون واسعة وشاملة وتهدف إلى تحرير الجبهة الشرقية بالكامل وصولا إلى الحوبان. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يتابع تحرير تعز ويضع التساؤلات التالية: ماذا بعد إعلان الجيش منطقة شرق المدينة وجولة القصر والحوبان منطقة عسكرية؟ هل ستؤثر أحداث عدن على سير معركة تعز؟ أين محافظ المحافظة الذي أعلن عن العملية العسكرية؟ وما هي معوقات استكمال تحرير المدينة؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية العقيد توفيق الحميدي، قائد القطاع الأول 22 ميكا من تعز، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العقيد توفيق. حياكم الله وحيا الله جمهور قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيادة العقيد، وقبل أن نبدأ نقاشنا دعنا وأنت وكذلك السادة المشاهدين نذهب لمشاهدة هذا التقرير. منذ الانقلاب والاجتياح في صنعاء إلى عاصفة الحزم إلى الانقلاب الثاني في عدن، لا تزال المقاومة والجيش الوطني في تعز حاضرة ببسالتها على الرغم من إعاقة القرار الوطني، وباتت اليمن بلا قرار يضع الأولوية اليمنية ومشروع استعادة الدولة في الحسبان. على صعيد الجغرافيا العسكرية، أنجزت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدما عسكريا مهما وملحوظا، وخصوصا تحرير جبال الصلو التي يعدها مراقبون محورية وفق التقديرات العسكرية، إذ يشكل تحريرها ضربة مركزة للميليشيا في ريف تعز. بحسب موقع الجيش الوطني، سبتمبر بعد تحرير الصلو تقدم الجيش الوطني في دمنة خدير وحرر مواقع استراتيجية غرب تعز في إطار العملية العسكرية لتحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية. كما تمكنت قوات الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع اليوم الخميس من تمشيط الخط الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوبي شرق تعز، بينما تدور معارك عنيفة بين قوات اللواء 35 والميليشيا الحوثية في سائلة موقعة ومنطقة ورزان أولى مناطق مديرية دمنة خدير، وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش الوطني. في مدينة تعز أعلن الجيش الوطني شرق المدينة وجولة القصر والحوبان مناطق عسكرية، واشتعلت المعارك على ضوء الإعلان العسكري، ويرجح مراقبون أن الميليشيا ستشهد انكماشا غير مسبوق في تعز لأسباب كثيرة، منها الخبرة المتراكمة للجيش والمقاومة في المدينة. وحتى اللحظة تشهد مناطق شرق المدينة مواجهات ساخنة بين الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا والميليشيات الانقلابية، ضمن عملية واسعة تم إعلانها لتحرير تعز، حيث تشهد كل الجبهات مواجهات في الريف والمدينة. من خلال الإيقاع المتسارع للمعركة العسكرية في تعز، لا يبدو أن سير معركة التحرير قد تأثر بالأحداث الدائرة في عدن، والتي عملت بشكل مباشر على إرباك البيت الداخلي للشرعية ووضعت مشروع استعادة الدولة على حافة الهاوية. إذن سيادة العقيد توفيق، أبدأ معك بأن تضعنا في صورة هذه التقدمات العسكرية في مختلف جبهات تعز. بحمد الله سبحانه وتعالى، من أيام مضت أسبوع تقريبا، شنت قوات الجيش الوطني ممثلة بالألوية العسكرية الموزعة على جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز عملية عسكرية كبرى لتحرير المدينة والمحافظة بمديرياتها الريفية. وهذه العملية التي جاءت بناء على قرار سياسي من
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبتنسيق ودعم شامل من إخواننا في قيادة التحالف العربي، لا سيما بالإسناد الجوي الذي شهدته كافة الجبهات في إطار العملية القتالية. كل الألوية العسكرية في محافظة تعز بحمد الله، ومن خلال عملية قتالية أو عملية تخطيطية مشتركة بإشراف مباشر من قيادة محور تعز، وضعت خططها، وهذه الخطط كاملة وشاملة لكافة جبهات القتال المختلفة. كل لواء حدد مساراته وحدد أولوياته ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ هذه الأولويات وتحديد المسارات، وينتظر اللحظة المناسبة وعبر توقيت زمني معين خاص بكل لواء. في الأيام الماضية أختي الكريمة، شهدت تعز عمليات عسكرية ابتدأت في الجبهة الشمالية في اللواء 22 ميكا، ثم في جبهة الضباب، ثم في جبهة جبل الحبشي في اللواء 17 واللواء 45 واللواء 5 حرس رئاسي، ثم شهدت عمليات تحرير شامل لمنطقة الصيلو ومديرية الصيلو وصولا إلى خط الدمنة عبر قوات الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع. توجت أيضا هذه العمليات العسكرية بانتصارات كبرى قادتها قطاعات اللواء 22 ميكا في المنطقة الشرقية. استطاعت هذه القطاعات بأفرادها وقياداتها أن تحقق وأن تحرر الكثير من المناطق شرق المدينة وشرق صبر، ابتداء من منطقة الجيرات، ثم منطقة الصرمين، ثم منطقة أبعر، ثم تباب لوزم والكريفات، وهي تباب شاهقة وكبيرة ومرتفعة، لكن بعزائم الرجال بفضل الله عز وجل، ثم بعزائم الرجال ومعنوياتهم المرتفعة، استطاعوا أن يدحروا ميليشيات الحوثي والمخلوع. هذه الميليشيات المتقهقرة، الميليشيات التي تتنفس أنفاسها الأخيرة، التي تفر من متارسها وثكناتها. نعم سيادة العقيد، دعني أسألك، عبر إيقاع معين، يعني هذه الخطوات المتقدمة التي قمتم بها والتي تحدثني عنها الآن، هناك من يتساءل يعني لما تأخرت حتى الآن، وهل هي فقط لمجرد يعني كما يقال ذر الرماد على العيون، إلى أن يعني كم يوم تظل فيه المعارك ثم لا نسمع شيئا بعد ذلك، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تحرير تعز، وقد أعلن قبل ذلك من ربما القيادات العليا. الجديد في عملية التحرير التي أعلنت في هذه الفترة هو أن عملية التحرير جاءت بعد تشكل ألوية عسكرية على الأرض، جمعت شتات المقاومة الشعبية التي كانت منتشرة في جنبات المدينة. نعم. اختفت الميليشيات، اختفت الفصائل، اختفت المسميات، توحد الجميع خلف الجيش الوطني وعبر قيادة محور تعز والمنطقة العسكرية الرابعة ورئاسة هيئة الأركان العامة. الجديد في هذه العملية العسكرية الشاملة أنها جاءت بدعم من الحكومة الشرعية، قدمت الحكومة الشرعية دعم للجيش الوطني للقيام بهذه العملية العسكرية. ربما تكاد تكون من المرات النادرة التي يتتولى فيها السلطة الرسمية دعم الجيش الوطني في عملية التحرير، رغم إمكانيات الحكومة الشرعية المحدودة، رغم حاجتها الملحة للمال، رغم انعدام الموارد المحلية. ما طبيعة الدعم سيادة العقيد؟ لكن قدم 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 دعم أختي الكريمة، كان لهذا الدعم أثره في الميدان، وهذا ما ننادي به باستمرار. هناك ما يتحدث عن يعني مجرد أطقم قليلة وعدد من الرشاشات، يعني لا يوجد دعم بآليات ثقيلة ولا بمدرعات ولا بكاسحات ألغام. نعم، نحن إذ نشكر قيادتنا السياسية والقيادة العسكرية، إذ نشكر قيادة التحالف العربي على جهودهم المبذولة. ننوه باستمرار ونذكر باستمرار أن عملية التحرير الشامل لهذه المحافظة المنكوبة، لهذه المحافظة المحاصرة، لهذه المحافظة التي استنزف الكثير من أفرادها ومقدراتها وإمكاناتها، هذا التحرير الشامل بحاجة إلى دعم نوعي، بحاجة إلى عتاد عسكري متطور. هذه المدينة أختي الكريمة تحاصرها
ما يقرب من 13 لواء عسكري مجهز بكافة العتاد الحربي، مزود بترسانة عسكرية هي حصيلة ما بنته وامتلكته ثورة 26 سبتمبر عام 1962، حازت عليها هذه الميليشيات وللأسف الشديد وجهتها إلى صدور أبناء هذه المحافظة. كم من الشهداء، كم من الجرحى، كم من المعاقين، كم من حالة الدمار والخراب التي استهدفت بها هذه المدينة. هذا إيقاف هذا الدمار، إيقاف هذا الخراب، مواجهة هذه الميليشيات المزودة بالعتاد الحربي المتطور لا يمكن أن يتكافأ على الأرض. يعني لا يمكن أن يتكافأ سيادة العقيد إلا بعتاد متطور آخر. يعني كيف تعلن عملية عسكرية واسعة دون تزويد الجيش الوطني والمقاومة بما يستطيع به مجابهة هذا العتاد الذي تتحدث عنه؟ يعني نحن نعلم أنهم سيطروا على ألوية كاملة، على يعني على الدولة موجودة كاملة ويحاربون بها. ما الذي لديكم تستطيعون المواجهة به؟ نحن نعتبر هذا إعلان هذه العملية وهذا التوقيت وهذا الدعم المحدود الذي قدم للجيش الوطني في المحافظة نعتبره خطوة أولى ستتبعها بإذن الله خطوات لاحقة. نعتبرها التفاتة مهمة من القيادة السياسية ورئاسة الأركان لهذه المحافظة، نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. نحن اليوم نعلن للقيادة السياسية ولرئاسة الأركان أن نتعز ولادة بالرجال، مخزن من البطولات والتضحيات، سجل من التاريخ الناصع الذي بإمكانه أن يحرر هذه المحافظة وأن يدحر هذه الميليشيات وأن يشارك في تحرير بقية محافظات الجمهورية بإذن الله سبحانه وتعالى إذا ما أعد هذا الجيش وزود بالعتاد. إذا كنا قد استطعنا بالدعم المحدود والقليل الذي قدم لهذه المحافظة أن نحقق هذه الانتصارات وأن نستمر، ومعارك التحرير كما قلت سالفا معارك مستمرة، كل الألوية العسكرية والوحدات العسكرية لديها خططها التي ستشاهدها بالأيام القادمة على أرض الواقع عبر توقيت زمني محدد خاص بكل لواء وبكل وحدة حسب نظرتها للوحدات الجغرافية التي تشرف عليها والتي هي معنية ومكلفة بتحريرها. إذا كنا بهذا الدعم المحدود قد أنجزنا هذا الانتصار وحررنا هذه المناطق الشاسعة، فما بالك أختي الكريمة بدعم هذه المقاومة وهذا الجيش الوطني وتسليحه تسليح نوعي. نحن نقدر الوضع الحالي للحكومة الشرعية ونقدر انعدام موارد الدولة المختلفة، لكن نقول بإمكان الحكومة أيضا أن تضع عملية التحرير أولوية من أولوياتها وأن تضاعف هذا الدعم المقدم لهذه المحافظة لننتهي سريعا بإذن الله من هذا الخطر المداهم ومن هذا السرطان الذي جثم على صدور أبناء هذه المدينة ما يقرب من 3 سنوات. نعم، اسمح لنا سيادة العقيد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف العقيد ركن عبد الغفار السوائي، ركن تدريب اللواء 35 وقائد بمعركة الصلب من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية سيادة العقيد، ضعنا في صورة الوضع العسكري لديكم والمناطق التي تم تحريرها في الصلب. بالنسبة لجبهة الصلب تجر معارك شرسة من قبل 4 أيام. تمكن أبطال اللواء 35 مدرع من تحرير مدنية الصلب يومنا هذا بالكامل. ولم يتبقى في مدنية الصلب أي قطعة أرض بيد الميليشيات. جميل. والحمد لله، ونحن الآن بقينا نسيطر على مديرية الجنة بالنيران. نعم، يعني هل تم تأمين هذه المناطق؟ نعم، ما مدى تأمينكم لهذه المنطقة المحررة؟ مؤمنة تماما وجاهزين ونعد العدة للاقتحام وتحرير مديرية الجنة. نعم، هل واجهتم يعني وانتم يعني تتحدث عن منطقه كامله محرره، مناطق مزروع فيها الالغام، كيف تتعاملون مع يعني بالتأكيد. نعم، كيف تعاملتم معها؟ بالتأكيد
بالتاكيد دائما الميليشيات تلجا الى عمل الموانع الفرقعات والالغاب من القوات الناسفه بشكل كبير، بالذات في المداخل والطرقات وعبور السيارات والاليات. معنا فريق خبراء من الهندسه نقوم بالتعامل معه وفتح فتره للقوات، ومن خلاله نستطيع ان نعبر الثغره ونحرر المنطقه ونترك مكان الغاب للتعامل معها فيما بعد. نعم. إذن يعني هناك حدثنا أنت أنكم بدأتم بالتوجه نحو دمنة خدير، يعني ما الذي يعني أنجزتموه وهل يمكن أن تحرر خلال الأيام القادمة؟ نحن نمشي طبعا حسب خطة معدة سلفا من قبل قائد اللواء بالتعاون والتنسيق التام مع دول التحالف العربي ممثلة بس. نعم. ما هو يعني ما مدى التعاون معكم؟ يعني هل تم دعمكم بآليات عسكرية ثقيلة؟ هل يتم تغطية المعارك بالطيران؟ حدثنا عن ذلك. حقيقة التعاون يكاد يكون 100%، لأنه ما تقدمنا ولا حققنا شيء على الأرض إلا بمساندة جوية ترافق قواتنا على الأرض من قبل الإخوة في دول التحالف، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. وآخر يوم كان هجومنا هذه اليوم صراحة، والطائرة المحلقة وتضرب الأهداف بدقة. نعم. إذن الآليات الثقيلة، هل لديكم آليات ثقيلة لاستمرار في المعركة؟ ما مدى دعمكم بها؟ بالنسبة للآليات ما كنا بالنسبة للمناطق الجبلية نحتاجها بشكل مكثف، لكن مديرية البناء تحتاج طبعا آليات لأنها مناطق مفتوحة وواسعة. نرجو أنه نحصل على الدعم هذا، أحتاج أن نتمكن من التحرير بشكل أسرع مما تم في الصلح. نعم. هل رفعتم باحتياجاتكم للسلطة المحلية أيضا لقيادتكم في الألوية وكذلك للتحالف؟ حول إيش؟ احتياجاتكم لهذه الآليات الثقيلة التي تحتاجونها لتحرير منطقة يعني مديرية دمنة خدير. فعلا تم الطلب. نعم. هل وعدتم بذلك؟ هل ما زلت تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. يعني شاكرين لتواجد العقيد ركن عبد الغفار سوائي ركن تدريب اللواء 35 وقائد بمعركة الصل عبر الهاتف من تعز وهو يعني في أرض المعركة. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد. عودة إليك عقيد توفيق. يعني يحدثنا العقيد ركن عبد الغفار سوائي وهو يعني في منطقة الصل بأنهم لم يحتاجوا لعتاد ثقيل في معركتهم في الصل، ولكنهم سيحتاجونها في ضمن خدير لأنها مناطق مفتوحة واسعة. هل تتوقع أن هناك مسارعة بتلبية احتياجات الألوية بالمعدات الثقيلة؟ نحن نعول أختي الكريمة على القيادة السياسية ورئاسة الأركان وعلى إخواننا الأشقاء في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، نعول على دعمهم لا سيما والاجتماع الأخير الذي عقد في الرياض حين تم استدعاء قادة كافة الوحدات العسكرية في تعز واللقاء بهم. تم اللقاء بهم من قيادات عسكرية كبرى، وتم إبداء الدعم الكامل والشامل لكافة الاحتياجات. عاد الإخوة قادة الوحدات العسكرية من اجتماعهم في الرياض بوعود كبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نراها على الأرض. أولى هذه الوعود التي تحققت اليوم هو الدعم المالي المحدود من رئاسة الحكومة، ثم التغطية الجوية التي وعد بها إخواننا الأشقاء في قيادة التحالف العربي. عادت هذه التغطية الجوية، عادت الطائرات لتحلق في سماء المدينة، عادت لتضرب أهدافها وتفتح الطريق أمام رجال الجيش الوطني في مختلف الجبهات. نعول على تحقيق بقية الوعود بالدعم العسكري، بالإمكانات الحربية المتطورة، بالتجهيزات العسكرية للوحدات العسكرية والألوية العسكرية، لا سيما وهي في طور التشكيل والتكوين، وهي محدودة التسليح السلاح الفردي يكاد يكون
الشيء الأبرز في هذه الوحدات العسكرية والسلاح المتوسط، لكن الأسلحة الثقيلة التي نواجه بها ترسانة العدو، دبابات العدو، راجمات صواريخ العدو، قاذفاته، مدافعه العملاقة، يحتاج إلى دعم ننتظره بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو ما نعول عليه في الفترة القادمة بعد الله. نعم سيدة العقيد، قبل يومين أعلن قائد اللواء 22 ميكا الحوبان وجولة القصر مناطق عسكرية، ما الذي يعني قمتم به خلال اليومين السابقين في هذه المناطق؟ استطعنا بحمد الله وبعزائم رجال الجيش الوطني في المنطقة الشرقية أن نتقدم تقدمات كبرى عبر سلسلة جبلية وعرة تحيط بهذه المدينة. هذه السلسلة الجبلية التي تمتد شرق المدينة أسفل جبل صبر محاذية لمنطقة وتباب القعشة والسلال، تشكل طريق وشريان أساسي كان يأتي من دمنة خدير مرورا بمنطقة الزيلعي ثم الطريق المؤدي إلى صالة. هذا الطريق يعتبر شريان مهم واستراتيجي. الجبال المطلة التي تم تحريرها، جبال لوزم وجبال الكريفات، جبال ستساهم وتساعد في تخفيف الضغط الذي كان يتلقاه المواطنون في هذه المدينة من الأسلحة الدمار والقناق وحمم الموت وقذائف الخراب التي تطلقها ميليشيات الحوثي ومن هذه الجبال المرتفعة، كما أنها ستخفف من حدة القذائف الصاروخية والمدفعية التي كانت تطال أبناء هذه المدينة من تبتي القعشة والسلال. أختي الكريمة، حين أعلن قائد اللواء 22 ميكا أن هدف الخطة هو الحوبان وتحريرها، نقول هناك تحرير كامل إن شاء الله ستمارسه كافة الألوية. اللواء 22 ميكا هدفه تحرير خط الحوبان وصولا إلى القاعدة بإذن الله. اللواء 170 لديه خطط في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية، اللواء 17، اللواء 45، اللواء 5 حرس الرئاسي، اللواء 35، تكاد تكون الألوية العسكرية موزعة على كافة جبهات القتال وعلى كافة الاتجاهات وعلى كافة الممرات التي تؤدي. نعم، لكن يعني كيف سيتم ذلك سيادة العقيد؟ يعني ولم يتم دعمكم حتى الآن بالآليات الثقيلة، يعني نعلم حجم المعركة، نعلم حجم التسليح الذي تواجهونه، نعلم أيضا يعني الأراضي التي تتم فيها المعركة من تباب، من سهول، من أودية مفتوحة، كيف يمكن التعامل مع ذلك إذا لم يتم المسارعة بدعمكم فعليا؟ يعني لا يعقل أن فقط يعلن المحافظ عملية عسكرية لتحرير تعز دون العمل على يعني تحريك هذا التحرك العسكري. إعلان الأخ المحافظ المحافظة عن عملية تحرير شامل جاء عقب اجتماعه بقيادة رئيس الجمهورية وبقيادة التحالف و ما خرج به من وعود وتطمينات عن دعم غير محدود لعملية التحرير الشامل. شاهدنا كما قلت أولى هذه الوعود بالغطاء الجوي وبتحليق المستمر للطيران وبقصف الأهداف، لكن نعول أيضا على الدعم العسكري. نحن في انتظار بقية وعود قيادة التحالف العربي بدعم الألوية العسكرية لعملية التحرير الشامل. التحالف العربي دعم خلال 3 سنوات الكثير من الألوية وكثير من فصائل المقاومة قبل تشكل الألوية العسكرية. امتلكت المقاومة نوع من الأسلحة التي تعينها على الصمود والثبات والاستمرار في البقاء خلال 3 سنوات من الحرب والمفروضة والجائرة على هذه المدينة. لإخواننا دور كبير جدا في قيادة التحالف يشكرون عليه، لكن ننتظر منهم إكمال هذا الدعم بتسليح هذه الألوية والوحدات العسكرية لتساهم في عملية التحرير الشامل والكامل، لتستطيع أن تواجه ترسانة الدمار والخراب والموت التي تلقي بها ميليشيات الحوثي على أبناء. يعني هل أفهم من كلامك أنه بعد توزيعهم
ويعني تشكيل الجيش وانضمام المقاومة له بهذا التوحد. يعني إذا ما افترضنا أنه تأخر الدعم عليكم أو لم يتم، يعني ما مدى قدرة الجيش الوطني والمقاومة في إنجاز هذا التحرير بالذي لديها؟ المقاومة الشعبية بحمد الله سبحانه وتعالى والجيش الوطني ابتدأ معركة تحرير تعز من 3 سنوات عقب عاصفة الحزم في 26 مارس 2015 مباشرة. اعتمدنا على الأسلحة الآلية، اعتمدنا على الأعداد البسيطة، لكن اعتمدنا على المعنويات المرتفعة، اعتمدنا على عدالة القضية، اعتمدنا على الرفض الشعبي والشامل من أبناء هذه المحافظة لميليشيات الحوثي ولانقلاب الحوثي ولعمليات الإجرام والدمار والخراب والتفجير والقتل وانتهاك كافة الحقوق والحريات لكافة أبناء الشعب اليمني. هذا الرفض كان هو بعد الله سبحانه وتعالى أول وسيلة واجهنا بها ميليشيات الحوثي، ثم اعتمدنا بعد ذلك على عزائم رجالنا. كنا في بداية المقاومة ونحن نواجه 13 لواء عسكري، أفراد بالعشرات بالمئات. اليوم نحن جيش وطني كبير، الجيش الوطني اليوم أقوى وأقوى وأقوى مما كان يوم أعلنت عاصفة الحزم. نعم، إذن حدثني عن أبرز المعوقات التي تواجهكم سيادة العقيد، يعني خاصة وأنتم في الميدان تعلمون ما هي احتياجاتكم الأساسية لخوض هذه المعركة. أبرز المعوقات التي تواجهنا في الميدان في هذه الفترة هي حقول الألغام وترسانة السلاح الثقيل التي تمتلكها ميليشيات الحوثي والمخلوع. نحن بحاجة إلى دعم إخواننا وأشقائنا في قيادة التحالف بكاسحات الألغام، بفرق نوعية ومتخصصة في التعامل مع الألغام والعبوات والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في كافة أرجاء الجبهات المختلفة، نصبتها كحقول ألغام شائكة أمام رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحول دون تقدمهم نحو تحرير هذه المدينة المحاصرة. نحن بحاجة إلى دبابات ومدرعات حيث لا نملك إلا بقايا متهالكة مما استطعنا أن نغنمه. هل تم الرفع بهذه الاحتياجات سيادة العقيد؟ نعم، هل تم الرفع بهذه الاحتياجات للمحافظ الذي أعلن هذه العملية العسكرية، خاصة وهو أعلنها من الرياض، يعد قريب من صناعة القرار هناك ومن التحالف أيضا لمدكم بما تحتاجونه؟ كما قلت وأكرر أن كل الخطط رفعت للقيادة السياسية وحدد في كل الخطط كافة الاحتياجات التي يحتاجها الجيش الوطني ليتمكن من تحقيق أهدافه المرسومة في خطة التحرير الشامل. لا شك أن القيادة السياسية إلا ستولي هذه الخطط التي وضعت أمامها ووقعت عليها واعتمدتها وصادقت عليها، ستضعها نصب أعينها وستبحث في التمويل الكافي واللازم لدعم وتوفير هذه الاحتياجات المختلفة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المحافظة، لتمكن من تحقيق حلم وطموح أبناء هذه المدينة الذين عانوا الكثير وقاسوا كافة الظروف والمعاناة التي لم تعيشها مدينة من المدن كما عاشتها مدينة تعز خلال السنوات الثلاث الماضية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العقيد توفيق الحميدي، قائد القطاع الأول للواء 22 ميكا، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. ومشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. الجو حطوا للأرض
اللي دي رجل بس الزبتن أقل عيدي ورقلي مبقوطة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيف الذي انضم معنا الآن عبر الهاتف وسام محمد. مساء الخير وسام. مساء النور. أهلا بك أستاذ وسام. يعني بين مستبشر من قرار إعلان تعز أو إعلان العملية العسكرية لأجل تحرير تعز، وبين متشائم، انقسم الناس على هذا النحو، وربما المتشائمون منهم يعني لعدة إعلان أو لتوالي إعلان تحرير تعز ولم يحدث شيء، كانت هذه أسبابهم. لكن ما نجده الآن على الأرض أن هناك تحركات حقيقية واسعة، ربما آخرها تحرير مديرية الصلو بالكامل. ما هو تعليقك على ما يحدث أستاذ وسام؟ في الحقيقة توفرت عوامل كثيرة هذه المرة من شأنها أن تساعد فعلا على تقدم خطوة أكبر نحو تحرير تعز، لكن طبيعة الشكاوي التي ترد من القضاء الكريم بأنه لا يوجد دعم بالله، لا يوجد تشحات الغام بالله، تدعو البعض يتشائم. ثانيا ما حدث في عزة مثل الأيام الماضية كان قد انعكس بشكل مباشر على الناس في تعز وعلى مخاوفهم أن تتوقف المعركة بعد ذلك الحدث الشعبي. لكن في الحقيقة الوضع في تعز مهم دائما للجد بمعركة تحرير حقيقية وبشكل جاد وبالاعتماد على الإمكانيات المتوفرة أصلا وبالتالي الذكي عز. لا يوجد قائد عسكري يقول بانه ينتظر ان ياتي دعم يحرر بلاده وان ياتي دعم خارجي. القائد العسكري الحقيقي يعرف انه يتفلح من داخل العدو في الاساس وبيعتمد على ابناء شعبه ويكون يسمع المستحيل. لكن المظاهر ننتظر ان ياتي التحالف او يدعم التحالف او يقول الطيران التحالف او المسلمين التحالف. نحن أصبحنا أمام لائحة حقيقي. نعم، ربما أستاذ وسام يعني الدعم الذي يحدث الآن والذي تحدث به يعني كلا العقيدين توفيق الحميدي وعبد الغفار السوائي أنه هناك تغطية واضحة وواسعة من قبل الطيران، ولكن على الأرض لم يمد أي لواء حتى الآن بأي آليات عسكرية ثقيلة ولا بأي كاسحات ألغام ولا بدبابات ولا بأي شيء يعني حقيقي. كيف تعلن عملية عسكرية دون إمداد الألوية بما تحتاجه؟ يعني ربما الشيء الوحيد الجديد هذه المرة كما تفضل ضيفي السابق بأنه تم تشكيل ألوية عسكرية واضحة، هناك جيش متوائم، يعني هذا هو الفرق بين هذا الإعلان والإعلانات السابقة، ما رأيك؟ هذه المعطيات كلها تعطينا مقدمة للقول بأن التحالف لا يوجد عنده جدية في الذهاب بمعركة تعز نحو تحرير من هذه العقبة، وهذا ليس امرا جديدا، فتعز كانت ترضى ان تتحرك في سبتمبر وفي اغسطس العام 2015 وفي مارس 2016 وفي اغسطس كمان 2016 عندما تم فتح مصر بالضبط. نعم. وبدء الانجاز بين قوات الجيش وغياب الفصائل وتوفر جزء من الدعم في قوات الشرعيه، وايضا هذه التعقيدات التي نشهدها والتي اصبحت تطرح علينا ضروره الاعتماد على انفسنا للاستفاده من كل الظروف والعوامل التي تتوفر، وليس الاعتماد على هذه الظروف
الخارجية أو الدعم الخارجي بشكل رئيسي. لم نعد في سنة أولى حرب ولا في سنة ثانية ولا حتى في يعني أصبح هذا العمل شهر السنة بكل في سنة رابعة. نعم، لما حين يأتي الحديث عن تعز أستاذ وسام نقول علينا الاعتماد على أنفسنا ولا أن ننتظر الخارج، ويعني الخارج هو من حرر عدن في ظرف يومين وحرر لاحج وشبوة أيضا في ظرف أسبوع، ما الذي تفرقه تعز عن بقية هذه المناطق إن كان هناك نية جادة؟ يعني لما يطالب أبناء تعز بأن يعتمدوا على أنفسهم؟ ونحن نعرف أن الاعتماد يعني لا يعقل أن أدخل معركة معتمدا على جسدي ورشاشي، يعني من غير المنطقي أيضا إن لم يتم دعم المعركة عسكريا بالآليات الثقيلة وبكاسحة الألغام فهو يعني أشبه بالانتحار. اليوم بعد أن تكشفت الكثير من الحقائق من يعد من الصحيح القول أن التحالف يفوز حربنا حربيا من حرب غير المرادة أو اليوم تكشفت حقائق كثيرة ويعدل هناك طبعا أشياء تقاطع مع التحالف وهو أيضا يريد أن يقدم دور، لكن المعروف ويثبت للجميع أن لا أحد لديه نية لتحرير تعز، وإذا لم يكن يعني إذا لم يكن هناك من يحاول أن يعاقب تعز على خلفية دورها في الثورة وعلى خلفية يبدو أننا فقدنا. نعم وسام، نعم تفضل، الصوت يتقطع. نعم اليوم يعني هناك حقائق كثيرة تكشفت ولا زال هناك تقاطعات، يعني لا يمكن للتعز أن تتحرر إلا بالاعتماد الذاتي وبالاستفادة من العوامل الأخرى. أما الاعتماد على الآخرين فربما حقيقة يخوضوا حربنا ويخوضوا من أجلنا وهم صادقين معنا، لكن التعز تحررت بعد أقل من شهر من تحرر عدن. نعم وسام، يعني دعني أكرر عليك، يعني كيف يتم الاعتماد على النفس والمحافظ هو من أعلن هذه العملية العسكرية؟ لا يفترض به على الأقل وجوده في تعز؟ يعني بعد الإعلان أين هو؟ ما الذي قدمه للمحافظة؟ طبعا الإعلان لا يخلو من هذا الشيء. نعم وسام، ما زلت تسمعني؟ وسام هل ما زلت تسمعني؟ هل ما زلت معنا؟ هناك إشكالية في الصوت، يتقطع الصوت. نعم نعم وسام، عدت إلينا، يعني كنت أظن أن الاتصال قد سقط. تفضل وسام. كنت أقول بأن الإعلان لم يخلو من هدف سياسي، بالذات فيما حدث مؤخرا في عدن وهو من باب التغطية ودفع الناس إلى خوض الحرب وإعلان يعني تشتت انتباه الناس، لكن نحن بدورنا كشباب ثورة كحركة. نعم أن ندعم أن نشتغل هذه الفرصة. الطيران يقوم بدور غير عادي وغير مسبوق الآن، صحيح هو لم يسمح بالتحام الجبهات القريبة من تعز، لكن ترى يتم نريد مشروع المقاومة منذ قدمها أن نعتمد على ما يمكنه من إمكانيات ويعزز مواقفه، لأن اليوم يرى محرر تعز ستأتي إنارة ستدفع عن طارق ليحرر أبناء من داعش وسيبقى يحاصر الأبناء التي هي محاصرة الآن، وقد يحولون إلى دواعش وقد يقوم بتصفية وعندما يقصر المقاومة، وهذا كله سيتحقق بدافع الانتقام من هذه المحافظة التي كان لها دور كبير في ثورة فبراير في المحافظة الوطنية السابقة. ونحن نعرف طبيعة المشاريع التي تشتغل اليوم والتي هي أصلا معادية لكلمة الجمهورية وكلمة الديمقراطية والتحرر الاجتماعي ومعادية للناس بصورة عامة. نعم. إذا يعني أستاذ وسام، يعني ما الذي يجب على الألوية القيام به أيضا على المحافظ وعلى التحالف لأجل تحرير حقيقي للمدينة وليس مجرد إعلان كما يحدث في السابق؟
أنا أصر على أن الأولياء الآن أنا قدمت الجيش تعرف أمامهم مهمة كبيرة يجب أن ينتهي لها، وهي أن يستخدم مثل الظروف مثل العوامل التي تتوفر لهم بانطلاق نحو تحرير تعز، وأيضا بالنسبة للمحافظ إذا كان يريد أن يثبت فعلا أنهم بدل دولة فيضطر أن يكون عند مستوى إعلامي ويعمل على تنظيم كل العقبة في تعترض في معركة التحرير، ويعمل على تنظيم كل ما تحتاجه وكل ما تحتاجه من دعم عسكري ودعم ميليشيا ودعم طبي، وأيضا أما التحالف يفترض أننا الآن أن نتوقف عن مجلس التحالف وحتى عن فكره، وحتى لأن هذه ليست مهمتنا، هذه مهمة قيادة الأركان ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية، لكن قادة الأولياء يجب من حقهم حتى أن يشكروا يعني يشكروا التحالف وحتى أن يسلموا من سلاح، نحن لسنا مرتزقة، نحن ندافع عن ديادنا وندافع عن دولتنا، ومن سيقاتل معنا التاريخ يشكره ذلك، ومن منطقه ردنا التاريخ شيئا عنه. ونحن في الاول والاخير لا يمكن ان يتحقق تحرير حقيقي للتعليم بالذات الا بالاعتماد الذاتي والاعتماد على القدرات الانسانيه الشعبيه والتي هي متوفره في. نعم وسام، يعني وانت في تعز يعني ما هو صدى هذه العمليه العسكريه وايضا تحرير مديريه الصل والاتجاه نحو دبنه خدير على الناس؟ يعني نعلم انهم يعني كانت نفسياتهم في ادنى درجاتها لسوء الوضع في تعز، هل يعني استبشروا خيرا هذه المره؟ طبعا هذه طبيعه تعز على مستوى عند المعركه هذه طبيعة تعز، الناس كلهم تفجر الحماس لديهم وعلم استعدادهم ويعملون كل شيء من أجل الانتصار ومن أجل التحالف على مستوى قوات الحوثي ومقاتلي، هناك انهيارات متسارعة وأظهرت هذه الميليشيات هشاشة غير عادية بمعنى أنها عملية من الورق لما توفرت المادية الجدية حقيقية لمواجهتها، فمعركة تعز يعني ستنتهي خلال أيام يعني، وسيقطع الجيش يعني خطوة كبيرة في اتجاه اختبار العدو وفي اتجاه تشكيل نفسه وفي اتجاه تحرير الناس من هذه المعاناة التي أصبحت طويلة وقاسية. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الصحفي وسام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما أشكر من كانوا معي أيضا عبر الأقمار الصناعي العقيد توفيق الحميدي وعبر الهاتف العقيد ركن عبد الغفار السوائي، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.